طيب انا بدي ارجع افتح النوت بوك تبع الايريس اللي موجود انا عندي على الجيت هاب. جيت هاب اللي موجود انا عندي لوكالي، فبروح بفتح المجلد زي هيك، تمام، باخذ المسار وانا قاصد انه اعملكم تكرار لهذا البروسيجر عشان يرسخ عندكم. بفتح الكوماند برومت سي دي لهذا المسار وبشغل الجوبيتر لاب. تمام. الان اذا انت كنت فاهم ايش اللي بدك تسويه بالضبط وبتعرف الطول الميثودز المطلوبه من الدوكيومنتيشن، لانه مستحيل تحفظ هذا الكلام كله، لسه احنا حيجينا شغلات اكثر من هيك بكثير وتفاصيل اكثر من هيك بكثير، فانت عارف الستبس. اول شغله طلبتها منكم ايش تسووا؟ انه احنا بدنا نعمل سبليت بنسبه 20%. وثاني شغله ايش بدنا نعمل؟ بدنا نحسب اكيورسي، لانه هذه عباره عن كلاسيفيكيشن بروبلم مش ريجريشن. تمام. انا ممكن اعمل نوت بوك جديد هنا، ايريس كلاسيفيكيشن ريبورت، واخذ نفس هذا المسار وهنا بشكل سريع from او import pandas تمام. وانا عندي df بتساوي dd.read.csv واديله الايرس فايل نيم واشوف الدي اف كيف شكله. تمام. طيب الان بدي ارجع على الدوكيومنتيشن نجهز الـ X والـ Y أول. نعم. لأنه أنا في الـ Model Split بدي أعطيله الـ X بالضبط. يبقى الـ Y بتساوي df dot والـ X والـ X بتساوي لو سمحت الصوت يا استاذ. فيتشرز كولومز هذول كلهم بدي اخذهم زي هيك. كيف؟ اوكي. في عندي مشكلة. كيف؟ بشتغل لوكالي. أنا عملت كنترول سي.
كواي بتساوي كياف دوت df dot columns تمام. ممكن اخذ انسخ هدول كلهم زي هيك، بعرف feature columns، وممكن احكي انه ال x capital بتساوي هدول الكلام. شوف الاكس تمام. في طريقة ثانية خليني اجربها بلكي تزبط معي. بقول انه الكل لغاية ماينس واحد ماينس اثنين هيك بجيب سجلات. اوكي كيف؟ مش سامع. صحيح. لا لا لا، انا بدي اختار اعمده، بدي اختار اعمده، فبدي اقول انه كل الاعمده ما عدا كيف؟ صحيح. لقيت الدروب، يعني شوف الديف دوت الدروب هذا العمود انا بدي اديله باراميتر اسمه كولومز بتساوي، وهنا بدي اديله الاكسس بتساوي واحد تمام. هجيت الدي اف هاي ضايل فيها العمود هذا موجود ولا لا؟ موجود تمام. فالخيار هنا انت بدك تحكي انه الاكس بتساوي بهذا الشكل، فبالتالي انت بتخزن هذا الكلام في الاكس. اعتقد انه كيف تمام؟ هذه أسهل الطريقة. أنا عملت من الداتا فريم هذا دروب للعمود الأخير، بس الداتا فريم نفسه الديف نفسه بتأثرش، بس بعمل ريتيرن للداتا فريم عشان هيك بخزنه في الإكس. هجيت الدروب هاي فيها باراميتر اسمه ان بليس، تديله ترو او فولس، ايش بيروح بيسوي؟ فالدي اف نفسه بتاثر في هذه الحاله، بصير تغيير على الدي اف، يعني ان بليس بتساوي ترو معناها انه اعمل لي تغيير هذا في الداتا فريم نفسه، فاحنا ما بدناش اياها تمام، لانه الدي اف بدي اياها تضلها زي ما هي تمام. يبقى هاي الاكس جاهزه والواي جاهزه تمام. بضل انا عندي ايش بدي اسوي؟ بدي اخذ split للداتا، فبدي اخذ هذا الكلام from ASCII learn model selection import train test split. يبقى from ASCII learn model مش راضي تيجي بالتاب. اوكي هيها اجت import train تست سبليت، هاي هي اجت معي تمام. هلقيت انا عندي هذا ايش بترجع؟ شوف الدوكيومنتيشن تبعها. هاي هذه باراميترز، وهنا ريتيرن ايش بترجع لي؟ ليست
containing train test split. تمام؟ فبترجع لي اياهم بنفس هذا الترتيب. بالضبط اربعة tables. X train, X test. Y train, Y test. تمام؟ يبقى بترجع لي ال X's وال Y's بعديها. تمام؟ فمجرد انه باخذها بنسخها زي هيك بتساوي، انا ما نسخش معايا، بتساوي train test split. ايش بدي له؟ x وy. بدي ادي لك هنا اسم البيانات او تاخذ arrays، وهنا option اوكي، وبديها كمان التست سايز بتساوي 0.2. تمام؟ شوف استعرض لي شوية منهم لترين، هما أصلا 150 فهذه صارت 120 في 4. طب والتست؟ ثلاثين يفترض. هايهم جابهم كلهم يعني، في ما كتب ليش انه جزئية منهم. تمام؟ لاحظ انه الاندكس انا عندي مختلف، لانه انا عندي الراندوم ستيت كل مرة، بالضبط كل مرة بطلع انا عندي سبليت مختلف. تمام؟ بعد هيك بدنا نعمل الموديل. ايش الموديل اللي بدنا نستخدمه؟ from sklearn import decision classifier ولا regressor classifier، لانه هذه categorical او classification prop. بعرف منه object dt df data frame dt decision tree بتساوي، استدعي الكونستراكتور. تمام؟ وهنا بعمل fit dt.fit وبديله تمام؟ هيك انا خلص عندي التريننج. الآن نجي للبريدكشن، مرحلة البريدكشن. يبقى بريدز بتساوي dt.predict. شو بديها؟ لا، احنا سميناها هنا تيست. اكس تيست تمام؟ وبعديها بعمل evaluation from sklearn.metrics import accuracy score comma command method classification تمام؟ وبعديها شو بديها؟ هاي عشان انت تعرف الترتيب، او بتستخدم البارامترز، اسماء البارامتر. بالضبط. تمام؟ شوف الدوكيومنتيشن تبعها. accuracy score y true y bread. تمام؟ يبقى بستخدم هنا y true بتساوي y كيف؟ بالضبط. وال y breads بتساوي 96%. نعم.
والكلاسيفيكيشن ريبورت نفس البارامترز. طبعا هنا في عندي سلاش ان، فعشان هيك انه يفضل احطها في جملة برنت. تمام، بتطلع انا عندي بريتي برينتنج. لاحظ انه الكلاسز مش نفس الاشي بالنسبة للاف سكور. هذا الاف سكور تبعه واحد، سيتوسا فيش عنده مشكلة بتعرف عليها كلها بالكامل. فيرسي كلر انا عندي الاف سكور 94 والفيرجينيكا 96. هدول المتوسط تبعهم الثلاثة، تمام، كاف سكور 97 الويتد افريج. هي زي هي المعادلة، يعني بين هي يعني هي تريد اوف بين ال يعني بتعتمد على البريسيجن والريكول. هاي المعادلة تبعتها. هنا في الدوكيومنتيشن شوف اللي هو الاف 1 بتساوي 2 ضرب بريسيجن ضرب ريكول تقسيم البريسيجن زائد الريكول. تمام، والبريسيجن والريكول هي اللي حكينا عنها اللي هي السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. اوكي، فالآن يفترض أنت تقدر تعمل validation لأي problem سواء كانت classification أو regression. column support، السبورت أنت عندك بيجي بيحسب، صحيح، هذه 10 من هذا الكلاس، مش هم 120 تيست و30 ترين، هذول 10 وكلهم جابهم صح. اللي جابهم صح هنا في ال 94 قديش؟ 8. وهنا 12 لانه الكلاس ديستريبيوشن مش متساوي. يعني الاولى هي اكيد انها صح، انها واحد يعني 100% انها صح. نعم. هنا 94%، تمام، والسبورت تبعها 8 وهذه 12. تمام؟ هذا بتعتمد على الكلاسز. يعني انت تعال تطلع هنا، انت عندك في الاكس في الواي تيست، تمام؟ بدنا نعمل حاجة اسمها value counts. counts بالاس. فهنا توزيع الكلاسز، انا عندي في التست طلعت الفيرجينيكا 12 سجل، والسيتوسا 10، والفيرسي كلر 8، مجموعهم 30. كيف؟ صحيح. يعني هنا من العشرة انت عندك الاف سكور 100%، تمام؟ وهنا من الثمانية الاف سكور تبعها 94% من الثمانية، وال 12 96% بهذا الشكل. تمام؟ في اي اسئلة كمان؟